السلام عليكم. اليوم رانا في المنطقة تاع باب زوار و نستعرض مستجدات تاع المشروع تاع التهيئة تاع الشارع الرئيسي بحي الأعمال إذن بباب الزوار. وهنا راني نقترب من الفندق ماريوت، هذا اللي يعد أكبر استثمار لشركة ماريوت في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأكبر فندق لها في يعني خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تبدأ من هذا المحول يبدأ الشارع الرئيسي نتاع باب الزوار، الحي يعني الحي الأعمال تاع باب الزوار، واللي يفصل زوج أحياء في الحقيقة، يفصل حي الأعمال على الجهة اليمنى والحي السكني، حي السكني على الجهة اليسرى. إذن هنا رانا في الشارع الرئيسي الذي تم فيه بعض التهيئات هنا على المستوى، ما زالها أشغال تاع الشارع هذه ما زالها متواصلة. وهنا نلاحظ فيه استحداث محول نلاحظ أن الأرصفة في عملية تاع تهيئة الأرصفة، كذلك فيه العمل تاع تهيئة الجانب هذا من جهة اليمنى. وهنا كذلك لاحظ
منو فيه أشغال كبيرة راهي مازالها جارية. هنا نشوف فضاء كبير فضاء كبير أراه يعني، لكن الطريق بحد ذاته طريق تاع المركبات يعتبر ضيق نوعا ما، طريق ضيق بالك راح يديروه اتجاه واحد، يروح واحد اتجاه. إذن هنا كذلك لاحظ أنه في الجهة المقابلة فيه أشغال، إذن نلاحظ أنه فيه أشغال كثيرة. هذه هي لكل حال، نعاود نرجع عندما تنتهي الأشغال نعاود نشوف، يعني بعد ما تنتهي نشوف الحالة ديالها والنوعية ديالها، خاصة النوعية حيث الفينيش. الأشغال على كل حال ما زالها مستمرة، ما زالت لم تنتهي. نروح نشوف الجهة الأخرى، الجهة اللي من هيه. أنا نشوف إنه الأشغال ما زالها، نروح نشوفوا الجهة اللي من هي. صاحبي اسق مروحك، نروح نشوف الجهة هذه اليسرى الشارع. إذا نلاحظ أنه
تم الغلق نتاع كان فيه طريق ثانوي يفصل يعني هنا على حساب الوجهات هذه، تم يعني غلقوا الطريق هذاك وتوسيعة الرصيف، تم توسيعة نتاع الرصيف وكذلك تحسين الواجهات تاع المحلات. إذن هذه حاجة مليحة. شوف أنه هنايا مثلا فيه رصيف موسع، وسعوه الرصيف، لكن هذا المشاهدة يطرح مشكلة على الاستاسيونمون، لربما رجعوا الاستاسيونمون على برا هنا من الجهة هذه. هذه حاجة مليحة، فكرة مليحة، هذه فكرة مليحة. إذن هذه هي أشغال تاع التوسيعة تاع الرصيف وتحسين الواجهة نتاع المحلات والمطاعم كان يعني، وكذلك ملاحظة أنه فيها تم غرس الأشجار، غرس أشجار جديدة هنا على طول الشارع. الشكل هو أفضل بكثير، وكذلك طالع العمارات تجديدها. هذا شيء جميل. هنا ما زالت الأشغال مستمرة، نشوف كان المفروض يديروا هنا محول على مستوى المدخل نتاع المركز التجاري، يديروا محول كبير هنايا باش يخلوا السيارات ويديروا يعني أوبليغاسيون باش السيارات تنقص من السرعة. كان المفروض في هذه المنطقة هذا يكون محول، هما داروا محول لكن داروه مش محول حقيقة. هنا فيه عملية نتاع تحسين المحيط لكن بدون ما يديروا المحول هذا. إذن هنا
وهنا نلاحظ فيه عملية إعادة الوصف. شوف هنا أشغال كذلك، شيء جميل، شيء فكرة جيدة أن تعاد الوصفة وتحسن يعني الشكل ديالها من ناحية المواد المستعملة والتصميم وكذلك غرس الأشجار. إذن هذا هو نهاية هنا، ينتهي الشارع الرئيسي هذا في هذه المنطقة بالذات، ينتهي الشارع الرئيسي. ممكن يستمر الشارع هذا في المنطقة هذه، ممكن يستمر وتعاود تكون الهيكلة تاع الحي هذا المنطقة هذه تعاود تلقى يعني تاعها، ممكن يستمر الشارع هذا. هنا فيه أراضي كثيرة، عقارات كثيرة من جهة هذه من جهة اليمنى داخل الحرم تاع الجامعة، وهذه كلها عقارات فارغة ممكن إنشاء بنايات فيها، وكذلك من الجهة اليسرى فيه إمكانية لتحسين الواجهة من هذا الزوج يعني في المنطقة هذه، ويستمر شارع الشارع هذا تاع باب الزوار يستمر في الجهة هذه، ويكون هنا شارع تكون فيه بنايات جميلة، تقدر تكون بنايات من الجهة اليمنى، تكون بنايات جامعية تابعة للجامعة باش ما تحكروهمش القطاع تاع التعليم العالي، تبقى يعني مشاريع تدخل في إطار مشاريع جامعية من الجهة اليمنى. والجهة اليسرى إنشاء مشاريع أخرى، فنادق مختلفة، بنايات مختلفة، يكون شارع رئيسي هنا في هذه المنطقة، يعني شيء ممكن جدا وإيجابي ويقدر يمد إضافة أكيدة للمدينة إذا كان فيها تصاميم جيدة وتنفيذ تاع التصاميم هذا كيكون في المستوى. إذن في هذه المنطقة ممكن في 10 سنوات المقبلة تتغير الأمور. إذن هذا هو، نخليكم تابعوا، والسلام عليكم.